السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نطل عليكم اليوم في حلقتنا الثالثة من برنامج رواد التربية لنتحدث معكم عن سلوك الطالب في الشارع مع أستاذنا الحبيب الأستاذ حسان فرج الله. أهلا بك معنا أستاذ حسان. حياكم الله. سنتناول في هذه الحلقة بإذنه تعالى سلوك الطالب في الشارع. كونوا معنا. أستاذ حسان، لو تحدثنا عن سلوك الطالب في الشارع، كيف يجب أن يكون سلوك الطالب في الشارع؟ بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الشارع هو مكان عام يرتاد جميع فئات المجتمع، كبار السن، صغار السن، رجال، نساء، أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، السيارات وبشتى أنواعها. إذا نحن أمام مكان عام، والطالب يعني يسلك هذا الطريق لكي يصل إلى مدرسته سواء في الذهاب أو في الإياب. فالطالب مطلوب منه أن يتأدب بآداب الطريق، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن الجلوس في الطرقات وقالوا أنها هي أماكن نرتادها يا رسول الله ولا بد لنا منها، قال فالتزموا آداب الطريق. وآداب الطريق أن يعطي الإنسان الطريق حقه. أول حقوق الطريق هو كف الأذى عن الطريق، يعني الطالب هو رايح على مدرسته أو هو مروح بمر في الشارع بلاقي أذى، زجاج مكسر، قشرة موز ممكن أحد كبار السن يتزحلق فيها مثلا، تؤذي الآخرين اللي هو الزجاج، عرق خشب مثلا في الشارع مرمي، حجر ممكن يؤذي السيارات، ممكن يؤذي المارة، وبالتالي الأذى كثير في الشارع. إزالة الأذى وإماطة الأذى عن الطريق هي أدنى درجات الإيمان، فالإيمان بضع وسبعون شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالطالب من واجبه الديني والأدبي والأخلاقي وانتماءه للمجتمع أنه يزيل الأذى من الطريق. هذا الجانب الأول، أنه أنا لو وجدت شيء أني أزيله، لكن الأساس أنه أنا ما أكون أنا سبب الإذاية. يعني إذا أنا مطلوب مني شرعا أنه أنا أزيل الإذاية، من باب أولى أنه أنا ما أوضع الإذاية، يعني من باب أولى أنه أنا ما أكسر شيء في الشارع أو ألقي شيء ممكن يعيق حركة الناس أو حركة الطرقات، أو إني أقضي حاجتي في الطريق، يعني سواء التبول أو التبرز في داخل الشارع وقضاء الحاجة، هذا أيضا يدخل في النهي اللي هو اتقوا اللعانين. اللعانين اللي هم اللي بيقضوا حاجتهم في أماكن الظل أو في طرقات الطريق أو في الأماكن اللي بتشمسوا فيها الناس، فالناس تشتم رائحة كريهة في هذه الأماكن فيصاب باللعنة. فالإنسان هذه أماكن لا يلحق فيها الأذى، والأذى نحن ليه بدأنا بالأذى وما بدأنا بالأمور الأخرى في التربية؟ لأنه الأصل أنه الإنسان التخلية ثم يأتي بالتحلية. الأصل أنه ننظف المكان من الشوائب ثم نضع الأشياء الجميلة والطيبة. فالأصل من الإنسان أنه ما يمارس هذه العادات السلبية وهذه العادات السيئة في داخل اللي هو المكان، عشان في نفس الوقت حتى ما تلحقوا دعوة بالأذى، والناس لما بتشوفك بترفع شيء بارك الله فيك الله يجزيك الخير، إذا لم تجد المدح من الناس فأنا لا أنتظره. من الأساس أنه أنا ما أنتظره، الأصل من عند الله عز وجل، المثوبة من الله عز وجل، ولربما تكون هي سبب نجاتك يوم القيامة لأنه هذا عملك كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. في الجانب الآخر أيضا مدخل من ضمن الأذى رفع الصوت، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هان صوت الحمير ليش؟ لأنه هو أكثر حيوان مؤذي في صوته، فربنا عز وجل نهانا عن رفع الصوت. المقصود برفع الصوت أنه أنا أتكلم بكلام فوق مستوى السمع تاع صديقي، يعني أنا ماشي أنا وصديقي في الشارع ورافع صوتي واللي بعيد عني 20 متر سامع أنا إيش بتكلم مع صديقي، هذا بالحق الأذى في الناس. أنا بتكلم مع صديقي بما يسمع الكلام، وبالتالي أنا بدي أحافظ على حقوق الناس، لا ضرر ولا ضرار. أنا بدي أتكلم في الشارع بتكلم بصوت مؤدب، بتكلم بصوت مسموع بحيث أنه صديقي يسمع، لا أنا بدي أرفع صوتي فوق مستوى السمع ولا بدي عدم إزعاج الناس. إذن أستاذ حسان، يعني نحن نرى كبار السن في الشارع يعني يجب أن يكون لهم حالة خاصة، يعني كيف يجب للطالب التعامل مع كبار السن في هذه الحالات؟ لاحظ هنا يعني اللي منجي نتكلم عن كبار السن وإحنا بنتكلم إنه هذا مكان عام ويرتاد كل أفراد المجتمع، لكن كبار السن لهم خصوصية. يعني بارك الله فيك على السؤال، يعني كتير بتلاقي مثلا واحد كبار السن حامل كياس
في إيده، حامل حمل ثقيل، إحنا ممكن نساعده. أحد كبار السن مثلاً مش قادر يقطع الطريق، نأخذ بيده ونقطع به الطريق. أحد كبار السن يعني أوشك إنه يلحق في أذى، قشرة موز، زجاج، خشب في الشارع، إشي يعني ممكن يلحق في أذى، نزيله عنه. كذلك الأعمى والضرير إنه إحنا برضو نساعده ونأخذ بيده. كذلك الإنسان التائه أو الضال عن الطريق، إنسان ضل عن الطريق وبيسأل وين مكان كذا، أنت أمام خيارات اثنين، إما إذا أنت بتعرف المكان فجزاك الله خيرا تدل على المكان، أما إذا ما بتعرف دل على من يعرف، قل لا أعلم، لأنه أنت لما بتقول لا أعلم وكأنك بتقول له جوابك مش عندي، روح اسأل غيري. ما تروح أنت تعمل فيها علامة وتقعد تجيب له وتتوه الزلمة من جديد، لا، إحنا هذا الكلام مرفوض وهذا بيلحق الإثم. عشان الإنسان يأخذ الأجر، إذا أنا بعرف بقول، أما بعرف ما بقول له أنا ما بعرف لأنه حاجتك مش عندي. وبالتالي كبار السن لهم خصوصية في الشارع من بحيث احترامهم، ما نسمعهم كلام بذيء، ومن الأدب أمام كبار السن أنه ما نركض، ما تركض برجليك. فالكبير السن بتعز على نفسه أنه أنا كنت في الشباب وفرعيان الشباب أركض، واليوم الشاب يعني هو شايفني كبير في السن ومش قادر أمشي، صار يركض وينطنط قدامي. فأنت بتترك أثر سلبي في نفس هذا الراجل. عشان هيك لما بتبقى ماشي جنب كبار السن ما تسرع في مشيتك، امشي ببطء قريب من مشيته. لكن إذا أنت شعرت أنه الطريق ما فيها مجال، إذا الطريق مزدحم ضلك ماشي، امشي عنه شوية شوية وبعد هيك تسلك بطريقك، بس تغيب عنه شوية يعني 10 متر 20 متر، أو تسلك المسار الثاني من الشارع، إنك ما تمشي جنبه وانت مسرع جدا وبتركض جنبه احتراما لذاته. بدك تقفز عن جدار، بدك تقفز عن حجر، ما تتفنن في القفزة أمام كبير السن حتى ما تكسر بخاطره. وهذه لها دور كبير ورونق كبير من الأدب. يعني أنت في الشارع هذا رجل كبير في السن، له احترامه وله خصوصيته، ما بنزعجه لا بصوت ولا باستهزاء ولا بسؤال، ولا انه احنا بنقعد ننكش عليه راس زي ما بيقولوا بلغتنا العاميه، لانه كما تدين تدان. ايش بتتعامل اليوم مع كبير السن؟ بتتعامل مع صغير السن، وبالتالي هذا له خصوصيه، زي ما في خصوصيه لموضوع البنات في الشارع، انه البنات كذلك في الشارع لهم خصوصيه. لما نيجي نتكلم عن هذا الموضوع، موضوع كتير مهم، انه كبار السن واصحاب اللي هم الاحتياجات الخاصه وموضوع النساء، هذا موضوع حساس في الشارع كتير بيسيء لنا واحنا ماشيين في الشارع. الاصل انه الطريق اللي بيسلكه البنات، المسلك اللي سالكينه البنات، نسلك الطريق الاخر. لكن لو الطريق على الجانبين في بنات، طب انا وين امشي يا استاذ؟ الان اول جانب انه انا ما امشي وراها مباشره، انه انا باسرع بخطوات وبامشي. اذا كان الطريق كله ما في مجال تسرع، ما تكون ملتصق، يعني يكون في مسافه 2 متر 3 متر اذا كان كل الطريق بنات. اما اذا كان الطريق مجموعات مجموعات كما هو موجود عندنا، لا والله انا بعجل برجلي وباسبق البنات وبامشي قدامهم، وهذا بعدا عن الشبهات. رحم الله امرئ جب الغيبه عن نفسه. وكذلك عدم رفع الصوت عند حضور البنات، وبالتالي أنا بكون جبت الغيبة عن نفسي، وفي نفس الوقت احترمت مشاعر الناس اللي ماشيين في الشارع. وبالتالي أنا غضيت بصري زي ما تفضلت، أنا ما مشيت جنبهم، مشيت في المسلك الثاني، ابتعدت عن أماكن الشبهات. حتى الوقفة في الشارع إذا ما كان في بنات، أنا ما بوقف في الشارع أو في مكان أنه أنا ممكن يسيء لإلي أو يفهم من كلامي أنه أنا والله في شيء غلط من وقفتي في هذا المكان. إذن أستاذ حسان جزاك الله خيرا على هذه المداخلة حقيقة. إذن لدينا سؤال آخر هنا، قواعد السير وعدم إعاقة حركة الطريق، كيف يمكن الانضباط بهذا السلوك؟ يعني لاحظ احنا لما نتكلم مكان في سيارات ومكان للمشاة، مكان السيارات يمنع السير فيه. يعني احنا ما بنمشي في داخل خط السير في المسالك اللي هي المخصصة للسيارات او الدراجات الهوائية او الدراجات اللي هو النارية. الاصل انه احنا نمشي على البنكيت على جنب الطريق على الرصيف، ما نمشي في وسط الطريق. هذا حق عام للسيارات وللمركبات الآلية والمركبات اللي هو الهوائية. اما مكان الطريق الاساس اللي هو مكان خط المشاة، مكان قطع السير، هذا مكان مخصص للمشاة، بألتفت يمينا وشمالا وبطلع حركة السير وبعدين بقطع الطريق على خط المشاة. خط المشاة مش معناه انه رمزون احمر انه انا ممدون ما اطلع في الطريق انه انا بدي اقطع الشارع، لا،
خط الرمزون اللي هو خط اللي هو المشاة، انه انت تطلع في الطريق، اول ما الطريق يخلو انت بتقطع الطريق وبتمشي في خط المشاة. لكن موضع السيارات حتى لو الطريق مزدحم ممنوع اسلك طريق السيارات. البعض الطلبة يسيء الادب في هذا الجانب، بتلاقي السيارات مزدحمة الطريق وهو بيمشي هو واصحابه ماخذ الطريق بالعرض وبعطل حركة السيارات. هذا فيه إساءة لنفسك وإساءة لأدبك ولأخلاقك وإساءة لمدرستك، انه انت طالب مفترض انه انت تتزي بالزي اللي هو اللي انت حامله. وبالتالي احترام حقوق الآخرين، احنا لما نتكلم عن أداب طريق لا ضرر ولا ضرار، كل إنسان في الشارع بده يأخذ حقه، سواء ذكرناه في هذه الحلقة أو ما قدرنا نذكره. كل إنسان في هذا الطريق، مركبة، إنسان، بده يأخذ حقه. أصحاب المحلات أحياناً بيكونوا مثلاً فتحين بتلاقي حاطط مثلاً البضاعة على باب المحل، بتلاقي الطلاب بيقعدوا ينقلوا في البضاعة، أنت ما إلك علاقة فيه. هذا طريق عام، هو حاط بضاعته أنت ما إلك تلمسها، يا بتشتري يا بتعمل حالك مش شايف وبتضلك ماشي. وبالتالي هذا في إساءة للآخرين. أيضاً من ضمن قواعد السير وإحنا بنتكلم، لو كنت أنا طالب وسايق دراجة هوائية أو معي دراجة نارية أو أنا أقود سيارة مثلاً، طالب جامعي مثلاً ومعايا سيارة وجاي فيها على جامعتي أو مؤسستي التعليمية، أيضا التزامك بقواعد السير أنت بتأمن على نفسك وعلى حياتك وبتأمن على حياة الآخرين. فالتزامك بقواعد السير، أنا اللي يجي نطلع مثلا على جنب الطريق بنلاقي خط اللي هو باللون الأحمر والأبيض وفي خط تاني باللون الأسود، الأصل عند اللون الأحمر والأبيض ما نوقف نأشر لسيارة، نوقف ولا نقطع الطريق من هناك، الأصل أنه احنا نوقف في المكان الخط الأبيض والأسود. ليش؟ لأنه هذا مكان مخصص للوقوف للسيارات، فأنت لما بتأشر لسيارة أنت هو بيوقف لك، لكن أنت لما توقف في وسط الرمزون أو في وسط اللي هو مفترق الطرق كيف بيوقف لك السواق؟ وبالتالي أنت بتكون أسأت للطريق. فالتزامك بقواعد السير هو أمان لإلك وأمان للسواق وأمان للناس الماشيين في الشارع. وبالتالي هذا الانضباط إنما يعبر عن سلوكك وقيمك وأخلاقك في هذا المضمار. أظن يا كرام السلوك في الشارع سواء في الشارع أو في المدرسة أو في البيت يعكس التربية التي يربيها الأباء للأبناء. أيضا يشكر الناس آباء هؤلاء الطلاب على تربيتهم الحسنة لهؤلاء الأبناء. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. الشكر موصول لأستاذنا الأستاذ حسان فرج الله على هذه الحلقة الشيقة حقيقة. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.